يحيى جبران مرشح ان يكون موجود في نادي الزمالك، زي ما الجمهور متابع ان يحيى جبران هيبقى لعيب فري بنهايه الموسم ده. هل يحيى جبران لاعب الوداد؟ لاعب الوداد المغربي. هل يكتفي بعقده الحالي مع الوداد ويخوض تجربه جديده في الدوري المصري مع نادي الزمالك؟ اللعيب مرحب، انا باكد لك اللعيب مرحب تماما بارتداء قميص نادي الزمالك، وهو شايف ان تجارب اللاعبين القادمين من الدوري المغربي للدوري المصري معظمها تجارب جيده. يعني اشرف الشرقي قدم مستويات عظيمه مع نادي الزمالك، وليد الكارتي دلوقتي مع بيراميدز بيقدم مستويات جيده، فبالتالي هي فرصه ليه لمواصلة التألق لو ارتدى قميص نادي الزمالك، فهو شايف ان الامور كويسه، بس اللعيب مرتبط بنهائي افريقيا، فبالتالي الملف ده بالنسبه له مقفول تماما. طب بالنسبه للزمالك، الزمالك لسه ما حسمش اموره بنسبه 100% تجاه الصفقه. ليه؟ عاملين قيمه العقد وسن اللاعب. الزمالك عنده تفكيرين، هو عقده بينتهي امتى مع عقده بينتهي بنهايه الموسم ده، يخلص الفاينل بدوري الابطال ويبدا بقى يوقع ويبقى لعيب حر في فتره الانتقالات المقبله. ولكن رئيس نادي الوداد السيد سعيد الناصري يعني ممكن يتكلم معاه ويجدد له، ولكن هو اللعيب اجل كل ده لما بعد خاصه ان انا عايز اقول لك على حاجه، الزمالك ما دخلش دايركت في الموضوع، ما دخلش في مفاوضات رسميه مع اللعيب، ده حصل كلام مع بعض الوكلاء هم اللي متوسطين الموضوع، يعني عايزين يتوسطوا ان اللعيب يبقى موجود في نادي الزمالك، ولكن صفقة مرشحة في حالة ان الزمالك قرر عدم عودة فرجاني ساسي. يعني هو اسمه مطروح لكن مش هيتم الحسم فيه غير بعد نهاية افريقيا، عشان شايف بقى كمان ويتم دراسة اللاعب. طب هو متألق السنة دي مع الوداد، مكسر الدنيا، مقدم مستوى كويس، طب موضوع سنه، طب ده يأثر عليه سنه قد ايه؟ بيتجاوز ال 30، يعني من 30 و 31، فاللي هو ايه، الزمالك برضو بيفكر ممكن اجيب لعيب اصغر في السن يديني افضل، ولا لا عادي من السن طبيعي؟ طب مع عبد الله السعيد بيقدم مستوى مثلا مع بيراميدز كويس، مش عارف ايه، الزمالك نفسه عنده طارق حامد من الركائز الاساسيه، برضو موضوع السن مش عامل كبير، طالما اللعيب محتفظ بلياقته البدنيه والفنيه، خصوصا ان يحيى جبران السنه دي بيقدم موسم رائع يعني، فده مش العامل الكبير اللي ممكن يلغي الصفقه، ولكن قيمه العقد على اساس هيتحدد اللعيب عايز كام، انا عايز ادفع كام كزمالك، يعني انت زمالك يعني بيفكر. هل نقدر نقول ان يحيى جبران بينافس فرجاني ساسي على حجز مكانه في وسط ملعب الزمالك في الموسم الجديد؟ بالتاكيد.